شفتي اختي البنت عامله ازاي؟ ما فيهاش غلطه. النسوان دي يا اختي، امال احنا كده ليه؟ وايه المفقعه اللي جايبها لنا الحاج دي؟ انا عارفه مش عارفه حاجبه فيها ايه، وفرحانه لي بشويه المطبات اللي عاملاهم لي. وحياتك عندي كله نفخ وتركيب وزق. ايه زق دي؟ انا عارفه بقى يا انهار. طب شفتيها يا اختي وهي بتعمل التمارين؟ عماله تتقصع. قال يعني بقى البت رياضيه بتعمل تمارين الصباح. يلا يا خايبه، ده احنا اللي هبل مش واخدين بالنا من روحنا وقاعدين برشين كده لما عمالين نعرض. او النعمه الشريفه، عمالين ناكل لب وزداني وكاجون لحد ما نسينا نفسنا وجسمنا. يا نهار اسود ومنيل بستين نيله. لا ما تعمليش بروحك قوي كده، ده انت قمر وحلوه وجسمك حلو ومش مسقطه ولا عندك بروز ولا في حاجه زياده. بسم الله عليكي، ربنا يخليك ليا يا انهار. وانت والنعمه الشريفه خدي مني قمر. النعمة الشريفة مناخيرك منمنمة ووشك قمر وجسمك جسمك ولا البت اليوم في حريم السلطان. يا اختي اقعدي على جنب، احنا ولا بناخد بالنا من روحنا وحوستنا حوسة. او النعمة الشريفة وبرضك مقصرين كده في جسمنا. انا مش عارفة يا اختي ايه اللي بيحصل لنا بعد الجواز، بنتبدل. الواحدة من دول تتجوز عدلة فجأة تقوم لابسة وش خشب وتمد البوز شبرين وتنسى روحها خالص لغاية لما تقلب بومة ماشية في البيت. لا مش معاك انا في دي. لا اكسكيوز مي بقى يا انهار، ما الرجاله برضه ناقصه ساعات كده مخها بيصغر بتبقى عايزه تهج من البيت وخلاص، زي ما يكون في الكلب بتاع البيت براغيت بتقرص فيهم طول ما هم قاعدين كده. طب وبعدين؟ انا مش مطمنه. نعم يا اختي، وانا كمان الفار بيلعب في عبي. البت دي قلقاني، البت زي ما يكون هتعمر وتقوم قلشه واحده فينا. قلشه؟ يا نهار اسود، فين الموكوسه التالته؟ مش عارفه، انا عايزه الموكوسه التالته. اطلعي يلا. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، وفي رواية مسلم قلوبهم قلوب الشياطين في جثتنا. مين؟ فخلي بالك. هيكون مين يا اختي؟ جوز مواكيز جايين يتلموا على خيبة الرضا. اوعي شوية. الله الله، في ايه يا اخوانا مالكم؟ اقفلي يا حبيبتي التلفزيون ده وركزي معانا شوية. حاضر يا اختي، بس قولي لنا بس في ايه اللي حصل؟ هو احنا هنفضل حاطين ايدينا على خدنا وسايبين البت اللي بره دي عماله تتسرسب وتسحب الراجل ناحيتها؟ طب واحنا يا اختي في ايدينا ايه نعمله بس؟ يا اختي اسم الله، هو انت اللي على لسانك، في ايدينا ايه نعمله؟ في ايدينا ايه نسويه؟ ترى ايه؟ يا اختي بالراحه شويه، احنا جايين نتخانق، ده احنا جايين نتفق. ايوه نتفق. نتفق على ايه بقى؟ والنبي ما عارفه. ما دام المقالب ما جابتش نتيجه يبقى احنا لازم نعمل زيها. زيها؟ اللي هو ايه حضرتك؟ اقول لكم اقول ايه؟ حرام عليك، حرام عليك، سيبيني في حالي، مش عارفه ارتاح، بلاش فتنة. يا راجل مالك بقى طري كده زي الجيلي؟ ما انا اتهرست تحت منك. وفي جدتي حته سليمه؟ ده رايي يا راجل، انت من ساعه السفريه السوداء المحببه على عينك دي وانت مش طايقني جنب. ما بلاش السيره دي يا سعاد، خلي الليله تعدي. شكلها مش معدياش حتى الا على رقبتك لو ما ادتنيش حقي في شرعك. ليه؟ مفيش حقوق انسان مطحون ومعجون؟ لا في حقوق المراه يعني امك. ايه في ايه في ايه؟ اقول لك يا حاجة قبل ما في ايه يا عم كده ليه؟ عدالة السماء نزلت فوق بيت شحاتة. مالك يا عم كده ليه؟ اقول لك يا حاجة، انت طلعت لنا انت من السماء ليه؟ كنت بتخاري جول لحد ثبتك في الصالة. معركة غير متكافئة، سيف خشب قدام دبابات ومدافع وقنابل ونبالب وجميع انواع الحروب. والله باين عليك اتلحست في مخك. خش يلا غير هدومك وتعالى يلا، عشان في مهمه محدش هينجزها لي غيرك. يلا بسرعه. اقول لك ايه يا عم، تعالى معايا ولا اقول لك خش هات لي هدومي من جوه. انا جايب لك هدومك. اتلحست فعلا، خش يلا. طيعك شايلك في قلبي وفاكرك يا مصر. Bye.
الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله خير البشر وأكرم الأكرمين. ما تصلوا عليه. عليه أفضل الصلاة والسلام. عليه أفضل الصلاة والسلام. دي قعدة صلح عرب وبنرد لأصحابه. ها؟ بقى البيت ده عمره ما شاف انقسامات ولا ائتلافات ولا أحزاب. ولا إيه يا نهار؟ اللي تشوفه يا أخويا. الله يفتح عليكي، الله يفتح عليكي. بقى البيت ده كيان واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. ولا إيه يا هدى؟ بارك الله فيك يا حاج. الله يبارك لك، الله يبارك لك. الحمد لله، نلم إيدينا بقى كده ونسلم على بعض ونتعاهد أمام الله بلم الشمل. ولا يا سميحة؟ الفتحة، الفتحة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. يلا نقوم نصلي ركعتين. هزار يا مايا، هزار. ما بيقول لك قومي نصلي بدل ما جبت من شعرك تاني. لا اله الا الله، لا اله الا الله. تعالي يا مايا، تعالي حبيبتي. روحي احنا نجدد وضوءنا. جدد يا اخويا، جدد. ايوه هنا يا حاج. انت متاكد يا شحاته؟ حكم عزم مؤاخذه، انت نظرك ضعيف، ممكن تسوحني. لا متاكد يا حاج، انا خدتها كعب داير تيكي تاكي تيكي تاكي لغايه ما وصلت على طول. طب حس كده، خليك بقى في العربيه، اوعى تلعب في حاجه. حاضر يا حاج. الريال السعودي بكام النهاردة؟ بقولك يا تسوي، شكل حوار القضية ده هيطلع فلانكش. فلانكش؟ والله انت اللي فلانكش. ادي عقد. ايوه جاي يا نعمين يا استاذ. القهوة الشيشة بتاعتي. بس كده عينيا. وهات لي سحلة بقى عقد. لا 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 لا، هات له قهوة. وعندك قهوة مظبوط بقى يا شيخ. محامي ده شكله مش فاهم حاجة وفي جيرينيه خالص، احنا نروح لمحامي تاني. مش فاهم حاجة ايه؟ والراجل جابها لك على بلاطة، وقال لك طالما مقتدر وصغير في السن وماشي حسب شرع ربنا يبقى ما حدش يضل على حاجة. يا ما احنا لازم نشوف سكة نجيب بيها حقنا. بقول لك ايه يا تسوي، خلينا في شغلنا وفكك بقى من الدكن ده. دكن ايه؟ ده قطعة دي بالدم. حالنا ومالنا نسيبه كده؟ أحلى قهوة وأحلى شاي يا أستاذ. بقول لك يا أستاذ، النهاردة في واحد سأل عليكم مرتين. سأل علينا؟ قال لك اسمه ايه؟ سليم الأشقر. أشقر بنات، كابي هوصلك. ملوش لزوم يا حاج. انت قلتي لي بلاش اكلمك في مكان اكل عيشك، قال لي استنيتك بره شغلك. اركبي.